السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي، وفي حلقة جديدة من حلقات أفلامنا هنتكلم عن فيلم أبو الليل. أبو الليل شخص غامض يرتدي قناع على وجهه ولا أحد يعرف من هو، يتحرك بصحبة كلب ويسيطر تماما على أهل بلده ويجعلهم ينفذوا ما يأمرهم به مهما كان، وذلك بسبب شدة خوفهم منه. والوحيدة التي يمكنها أن تتواصل مع أبو الليل متى شاءت هي ضحى، وذلك بسبب وجود علاقة غرامية بينهما. ويحاول أحمد بذل كل ما في وسعه لمعرفة من هو أبو الليل وتخليص البلدة من شروره. فيلم أبو الليل كان بطولة وتمثيل شقي ومجرم ملثم عيش فسادا في أحد القرى، يسرق المواشي والمحاصيل ويفرض سطوته على الجميع لإثبات قدرته وهيمنته. فقد عانى وهو طفلا من سيطرة الباشا وتحكمه بالفلاحين، وحينما اعترض والده تم قتله برصاص الباشا، وترك مرارة في حلق الطفل الصغير اللي صمم على أن ينتقم لوالده. ورغم إن عهد البشوات قد ولى، إلى أن أبو الليل انتقم من الفلاحين، وقد كان يرتبط بقصة حب مع الراقصة ضحى اللي هي سامية جمال، فكان يعمل على إجبار الجميع على غلق محلتهم في المولد ويسمح فقط لقهوة ضحى. لكن المأمور اللي هو عدل كاسب رفض سطوة أبو الليل وحاول القبض عليه، غير أن خوف الفلاحين وعدم إبلاغهم عن المجرم حال دون الوصول إليه، خصوصا وأن أبو الليل بيعمل بمفرده دون عصابة تساعده. قبض المأمور على ضحى لتعترف على مكان أبو الليل الذي قام بخطف ابن المأمور المحامي أحمد اللي هو أحمد رمزي، وخباه في مزرعة سلمان وهدده إذا بلغ البوليس. لكن فاطمة اللي هي كانت زيزي البدراوي المدرسة ابنة سلمان ساعدت أحمد وفكت وثاقه وأطعمته، ورفض أحمد الهرب حتى لا يأذي أبو الليل أهل الدار. ونشأت عاطفة قوية بين أحمد وفاطمة، ورفض المأمور دفع الدية للمجرم، وقام بحملة كبيرة لتفتيش منازل القرية، فاضطر أحمد للهرب، وكذلك هرب سلمان خوفا من أبو الليل الذي حاول خطف فاطمة اللي هربت واختبأت بمنزل رجل طيب اللي هو زكي إبراهيم، وتواصلت مع أحمد بلقاءات بحقول القرية. وحاول أحمد الدفاع عن الراقصة لعدم قانونية القبض عليها وتم الإفراج عنها، فحفظت جميله. وقد كان بالقرية مجرم تائب يعمل بخدمة العمدة اللي هو لطفي الحكيم اسمه النص، اللي هو كان بيقوم بشخصيته محمود المليجي، وهو
بساق خشبي، وقد سعى للقبض على أبو الليل طمعا في المكافأة أو جمع معلومات عنه، وقد لازم مكتب المحامي أحمد لخدمته وحمايته. وحاول أحمد أن يستقي معلومات عن أبو الليل من ضحى، غير أنها أخبرته أنها ترتبط بقصة حب كبيرة معه. وأرسل أبو الليل الواد بكر الطبال اللي هو كان عبد الغالي النجدي لخطف فاطمة، ولكن والدها سلمان الذي كان يحميها من بعيد أطلق النار عليه وقتله، وتم القبض على سلمان. وظن أبو الليل إن هناك علاقة بين أحمد وضحى، فأراد أن يخيره بين ضحى وفاطمة، فطلب من ضحى أن تدبر لقاء بينهما وأعطاها الأمان. وتقابل أحمد مع أبو الليل بينما أبلغت فاطمة البوليس، وحاول أحمد أن يثني أبو الليل عن انتقامه من الفلاحين الضعفاء. ولما حاول أحمد استعمال السلاح، صارع المجرم بإطلاق الرصاص على أحمد لتتلقاه ضحى وتنقذ أحمد الذي تصارع مع أبو الليل، حتى نزع قناعه ليكتشف أنه النص، والذي حاول الهرب فصرعه البوليس ليكتشفوا أن قدميه سليمتين. وتخلص الجميع من المجرم، وتزوج الحبيبان أحمد وفاطمة بعد الإفراج عن سلمان الذي كان يدافع عن ابنته بعد شهادة الرجل الطيب. أبو الليل تم عرضه في عام 1960، إخراج حسام الدين مصطفى، فيلم أبو الليل.